تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصبي مكون من 29 شخصا، منهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت بإيهامهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح يومية. تتنوع ظواهر وطرق الاستيلاء على أموال المواطنين عبر الإنترنت ومواقعه المشبوهة التي تجذب ضحاياها بإيهامهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح سريعة. وتعمل الأجهزة الأمنية بشكل احترافي معتمدة على التكنولوجيا الحديثة لمواجهة هذه الجرائم. من هذا المنطلق، وبعد بلاغات تقدم بها مواطنون بتعرضهم لوقائع نصب واستيلاء على أموالهم من القائمين على موقع هوكبول على الإنترنت عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح يومية، إلا أنه تم غلق التطبيق المشار إليه والاستيلاء على 19 مليون جنيه منهم. تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد عناصر هذه الشبكة الإجرامية القائمة على إدارة التطبيق واتخاذهم فيلتين بالقاهرة وكرا لهذا النشاط الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا و 3367 خط هاتف محمول و 9 أجهزة مودم رسائل جماعية و 7 جهاز حاسب آلي و 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها و 3 سيارات ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت حوالي 600,000 جنيه و 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج. واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي وهم 29 شخصا بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، استهدف راغب الحصول على مكاسب مالية سريعة عبر الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغت 88 محفظة والتي يتم توزيعها عقب ذلك على عدد من المحافظ الإلكترونية الأخرى بلغت 9965 محفظة تجنباً للرصد الأمني وتحويلها للخارج عبر الإنترنت لشراء عملات رقمية بيتكوين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة عبر الإنتربول الدولي، كما أقروا بإغلاق التطبيق المشار إليه عقب الاستيلاء على أموال المواطنين وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى ريوت لذات الغرض لاستكمال نشاطهم الإجرامي. وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك التطبيقات المجهولة على الإنترنت بزعم تحقيق أرباح للمشاركين فيها حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل عصابات دولية.